مرحبا أعزائي المشتركين، مرحبا بكم في قناة هشام كيمي. بدأت الممثلة الجميلة أوزجياغي تمثيل في مسلسل يمين، كانت محبوبة للغاية، وبدأت حياتها الخاصة موضع تساؤل. أوزجياغي التي تستعد حاليا للمشاركة في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان باهازات، سعيدة للغاية ومتحمسة لهذا المسلسل. فاجأت الممثلة الجميلة الكثير مؤخرا بردها على سؤال أحد متابعيها. اكتسبت أوزجياغيز عددا كبيرا من المعجبين بتمثيلها الناجح ومواقفها في حياتها الخاصة، على الرغم من أنها تبلغ من العمر فقط 25 عاما، إلا أن حقيقة أن لديها العديد من العشاق في بلدها وحول العالم أيضا تجعلها تشعر بالفخر. أوضحت أوزجياغيز أكبر مخاوفها، وقد صدم هذا البيان الجميع. أكبر مخاوف أوزجياغيز هو البقاء في الظلام. أوزجياغيز لا تطفئ الضوء حتى عندما تكون نائمة، وتستخدم دائما ضوء الليل، وهي تحاول كثيرا للتغلب على هذا الخوف. في الواقع حكت أوزجياغيز عندما كانت في منزلها وفجأة انقطع الضوء عليها، ثم غادرت المنزل خوفا من الظلام. وأين ذهبت في نظركم؟ بالفعل ذهبت إلى جوكبرغ ديميرجي. إذن هل أنتم أيضا لديكم رهاب مثل أوزجياغيز؟ يمكنكم مشاركة أفكاركم الخاصة في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.